الله أكبر. لا إله إلا الله. وذلك قبل أن تجيئه الرسالة توطئة وتهدئة للنفس، كما قال علقمة بن قيس: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد. فكان صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يرى الرؤيا الصادقة. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وحكى البيهقي أن ذلك دام 6 أشهر، وكان يسلم عليه الحجر والشجر، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليكم يا رسول الله، فيلتفت حوله عن يمينه وعن شماله وخلفه، فلا يرى إلا الشجر والحجارة. قال ابن إسحاق: فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن ينبث، ثم جاء جبريل بما جاء من كرامة الله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في خلوته يرى ضوءا ويسمع صوتا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، وقد خشيت والله أن يكون لهذا أمر. قالت: معاذ الله، ما كان ليفعل ذلك بك، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. ثم انطلق إلى ورقة فقص عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربا في الأرض. فقال له: لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول لك، ثم أتني فأخبرني. وحبل إليه صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الخلوة والتعبد لربه، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. قال عبيد بن عمير: كان يجاور في حراء كل سنة شهرا يتحنث. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر أن يعتكف شهرا هو وخديجة، فوافق ذلك شهر رمضان. فخرج ذات ليلة فسمع السلام عليك، قال: فظننت أنها فجاءة الجن، فجئت مسرعا حتى دخلت على خديجة، فقالت: ما شأنك؟ فأخبرتها، فقالت: أبشر، فإن السلام خير.
ثم خرجت مرة أخرى فإذا أنا بجبريل عليه السلام له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب فهلت منه فجئت مسرعا فإذا هو بيني وبين الباب فكلمني حتى أنست منه ثم وعدني موعدا فجئت له فأبطأ علي فأردت أن أرجع فإذا أنا به وبميكائيل قد سد أفق فضبط جبريل وبقي فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض. قالت عائشة فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. وفي الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الربع. فقال لخديجة بعد إخبارها بالخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقل الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان قد تنصر وكان شيخا كبيرا قد عمي فقص عليه ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى يا ليتني فيها جدع يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخرجيه؟ فقال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب أن توفي ورقة. بنزول جبريل عليه السلام بالوحي سنة 1600 بدأت مرحلة النبية نبوة فصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأكثروا من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن توفق عبدك السلطان إلى السبيل المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين.